السلام عليكم يا جماعه، ان شاء الله تكونوا بخير. رساله لجماعه الاخوان اللي يعيشوا في اوكرانيا، خاصه للعرب معناها بصفه عامه. ماذا بيك تبعد على المناطق اللي هي فيها انفجارات او فيها معناها اطلاق نار. هذه النقطه الاولى. والنقطه الثانيه، لا اله الا الله محمد رسول الله، الوضع ما يبشرش بالخير حقيقة. الوضع ما يبشرش بالخير، فما برشا أماكن معناها حسب اتصال معناها بخيان خويا إبراهيم زاد من هوني قال لي فما نار معناها في قريب المطار في يوفانو فاركيفسك. يا جماعة نحبوا نشوفوا ونوريكم، برشا ناس يحبوا يجبدوا فلوس كاش، فلوس نقدية، ولكن ما نجموش بحكم معنا برشا ناس خايفين، وخاصة المواد الغذائية المخازات. شوفوا معايا ماش بيب كما تشوفوا، خوف كبير على برشا ناس.